يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الاختيار، هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على المواهب الشبابيه المميزه في دولتنا الحبيبه الكويت. اليوم معنا نجم مميز جدا جدا، لكن قبل لا نبلش في مشوار حلقه اليوم خلونا نتوقف مع هذا التقرير ومن بعده راجعين لكم، خلكم معنا. فيصل زايد لاعب نادي الكويت والمنتخب الوطني، لاعب من الطراز الكبير يمتاز بالقوة الجسمانية والسرعة بالإضافة إلى التهديف. بدأ مسيرته الكروية مع نادي الجهراء الرياضي، تألق وصاله في الملعب حتى رحلته إلى نادي الكويت في أولى تجاربه الاحترافية مع الأبيض الذي استطاع أن يظفر بخدمات فيصل ولاعباً لصفوفه في عام 2018. يعد اللاعب من أبرز النجوم في الكويت، وهو لا يزال لديه مستقبل كروي يمكنه من إعطاء المزيد فيه لأنه يبلغ من العمر 28 عاماً. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا التقرير اللي من خلاله تعرفنا على ضيفنا لحلقة اليوم. باسم وباسمكم أعزائي المشاهدين خلوني أرحب في ضيفي المميز لاعب نادي الكويت ومنتخبنا الوطني الكابتن فيصل زايد. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخي عبد الله، وأنا سعيد التواجدي وياكم وإن شاء الله تكون حلقة مميزة. إحنا أسعد يا بعد عمري. فيصل، سبب اختيارك لهذه الرياضة، ليش اخترت لعبة كرة القدم؟ شوف أخي عبد الله، يمكن أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن بداية كرة القدم يعني عشق كل الرياضيين اكيد طبعا، يعني فهذا الشيء هذا مو باختيار اي شخص انه يختار هوايته او انه يختار ميوله، فتلقى هذه غريزه يعني موهبه موجوده بالشخص، فهو يصيدها وهو صغير، يعني يصيد انه لاعب كره، لاعب سله، لاعب يد. فانا شفت اني انا لاعب كره قدم يعني، وشفت اني من وانا صغير متعلق بهالشيء، والحمد لله يعني تحقق وبامتياز والامانه لاعب الحمد لله بامتياز الحمد لله. يمكن هذا الشيء يمكن فضل من الله سبحانه وتعالى، يمكن يزرع فيك الموهبه، وشو الباقي عاد اجتهاد من اللاعب اللي هو طورها، وانك انت تحقق اللي انت تبيه. اكيد سبب اختيارك المركز اليوم، انت نص مهاجم، ليش ما لعبت مدافع باك يسار؟ شنو اللي يميز اليوم لاعب النص المهاجم عن باقي اللاعبين فيصل؟ يمكن سؤال مهم هذا للامانه. في 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 مركز الهجوم ومركز لاعب الوسط المتقدم، يمكن اللاعب اللي يلعب بهالمركز يكون يعني غريزته التهديفيه اكثر، انه يحب يصنع الفرص، يحب انه يساهم بفوز الفريق. فانا شفت اني انا موجود بالمركز هذا انه اصنع اكثر واقدر اسجل. فالجهه الثانيه اللي هي خط الوسط المتاخر واللاعب المدافع شوي بعيد عن الجول، فانا ما عملت له كل شيء. مع انه نادر ترى مركزك فيصل، اليوم السكند سترايكر يكون المهاجم الثاني اللي هو تحت المهاجمين، هذا نادر ترى. صحيح. ما في وجود صحيح. يعني حتى باوروبا ترى الانديه الاوروبا تفتقد هذا المركز من اللاعبين. صحيح، يمكن المركز هذا خاصه يمكن اكثر من المدرب. اللاعب يلعب المركز هذا يواجه مشاكل كثيره مع المدربين، يقول لكم كره القدم صارت حديثه الحين، ما حد يلعب اللاعب صانع فرص او صانع العاب، فتكون اللعب سريع، رتم سريع، اللعب على الاطراف، اللعب بالعمق، فيتجاهلون اللاعب اللي صانع الفرص. فانت لازم تغلب نفسك مع كره القدم على حداثتها، انك انت لازم تلعب بالطرف، تلعب يمين، تلعب يسار، انك انت تطور مهارتك بالسرعه، تطور مهارتك بالمراوغه، فهالشيء هذا يكون سهوله عليك يعني. لو لاعب مكان ثاني فتكون شيء اصعب، بس انك انت متعود المركز هذا تستلم كوره تحضر، تستلم كوره باماكن ضيجه، فبالنسبه لك المراوغه او السرعه يكون امر سهل. دائما الناس عينها عليك، الهجمه تبتدي من عندك. صحيح. فدائما لما يكون عند المدافع ولا اللاعب النص ولا الوسط هالامور الكرة تكون ميتة، من تجي عند فيصل الناس كلها عينها عليه. صحيح. الحين بتبدي الهجمة يعني. صحيح. راح يصير من عندك صحيح، لأن عارفين وظيفة اللاعب هذا يعني. سواء فيصل أو أيا كان اللاعب اللي يلعب صانع فرص، تستلم الكرة خلاص ينطرون اللاست باس، ينطرون الهجمة، ينطرون خطورة الفريق، فهذا يمكن مبرمج يمكن حتى مع الجمهور، يستلم كرة لاعب صانع اللعب خلاص تبدأ خطورة الفريق الثاني. ممتاز. فيصل زايد اليوم لعبت بداياتك كانت في نادي الجهرة، ومن ثم احترفت لنص موسم في نادي نجران السعودي، ومن ثم إلى نادي الجهرة مرة أخرى، نهاية في نادي الكويت. الإكسبيرينس الخبرة اللي أنت أخذتها من كل هالأندية اللي أنت لعبت فيهم، ولا قصورا بالنوادي كلها، اليوم شنو تكون عند فيصل زايد؟ شنو صار عندك من خبرة؟ شوف للأمانة يمكن بدايتي بنادي الجهرة يمكن واجهت العديد من المشاكل،
خلينا نكون واقعيين، لاعب كره القدم لاعب مراحل سنيه لما يوصل فريق الاول الطموح يكبر، خلاص انت وصلت مرحله خلاص حققت طموحك انك انت تلعب فريق الاول، فانت طموحك يكبر انك انت تمثل منتخب الكويت، انك انت تلعب اللي يكون لك اسم بالكويت، الناس تعرفك، انك انت تبرز موهبتك اكثر. فالشيء هذا يتدرج مع احتراف خارجي اللي مثل ما صار مع نادي نجران. يعني الامانه انا ما كنت اعرف نادي نجران بشكل كبير، نادي كان يعني متواضع صحيح، وكانت فيه مشاكل كبيره نجران، يمكن احنا كان مقرنا الرئيسي في جده كان في حظر جوي في نجران، فكانت الامور شوي متلخبطه، يعني مو مقر النادي الرئيسي، العيادات مو متوفره، الامور الثانيه سكن سيارات، فشوي كان الوضع متلخبط، يمكن ما عشت الاحترافيه بشكل كامل. فيمكن شهر شهرين حسيت ان الدوري يبي له شغل اكثر، فلازم اللاعب شوي يكون حريص على نفسه. ومثل ما توقعت انا كانت اول مباراه مع نادي الاتحاد السعودي، يعني كان الملعب للامانه كان الملعب يضج بالجمهور متروس، في ملعب الاتحاد السعودي معروف عنه بالخاصه بالسعوديه، يمكن اللي برا غير عن اللي داخل اكثر من اللي داخل. صحيح. فالمباريات رتم المباريات حسيت انك انت لاعب محترف والفريق يعول عليك بشكل اكبر، انك انت جاي لاعب، انك انت تضيف للفريق، مو انك انت لاعب تكون لاعب عادي مثل ما اللاعبين الموجودين. فحسيت ان هالشيء هذا اعطيني باور اني انا اشتغل على نفسي. وش دفع لي جدا؟ اكيد اكيد، بس كانت الامور شوي يمكن الوضع متواضع بالنادي، فالامور ما ساعدت. اليوم الامور ما ساعدت مصاف الكبار، يعني نعم نعم الامور ما ساعدت، فهذا اللي حصل، فرديت لنادي الجهره مره ثانيه، وكان الوضع في نادي الجهره كان فيه مشاكل وفيها هبوط وفيها صعود. فالحمد لله استغرينا بالدوري الممتاز. ايوه. ومن ثم عاد انتقلت الى نادي الكويت. جاك عرض جميل من نادي الكويت، رحت على طول. الحمد لله، انا قلت لك توفيق، يمكن نادي الكويت يمكن اي لاعب بالكويت يتقدم له عرض، يتقدم له عرض من نادي الكويت مستحيل انه يفكر انه يرفض، او الموافقه من 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 حزتها يعني. صحيح. فالحمد لله صارت الموافقه، فكان عندي مشكله ان خفت ان نادي الجهره ما يوافقون على الموضوع، والحمد لله تمت الموافقه من نادي الجهره. ومثل ما انت شايف يعني نادي الكويت بطولات احتراف، كره قدم حديثه، كره قدم مختلفه. بس فيصل، في وايد عرباويه زعلانين منك، يقولون فيصل كان لنا وراح حق نادي الكويت، شنو السبب؟ كانت للامانه كانت في مشاكل يعني بنادي الجهره، العربي تقدم اكثر من عرض لكن تم رفضها من نادي الجهره، يمكن كانت في مبالغ كبيره. صحيح. يمكن وجهه نظر نادي الجهره في تحقيق دوري او تحقيق بطوله، لكن هالشيء هذا يمكن تحقق بطوله يعني يبي له شغل، يبي له لاعبين محترفين، يبي له لاعبين ملتزمين، يبي له طريق محترف. صحيح. طريق اختيار انك انت ما تكون انت منافس، انك انت ما تكون انت بس مشاركه، او انك انت بس محترف يعني انت تحقق البطوله. صحيح. انت داش البطوله تبي تحققها، مو مجرد منافسه. صحيح. فهالشيء هذا كان يعني غير موجود، ورحت النادي الكويتي. ممتاز. اكثر الالقاب اللي اليوم يفتخر فيها فيصل زايد، لقب ما تنساه طول عمرك، تقول اي والله هني انا انجزت. لقب سيدي سمو ولي العهد، يمكن كانت المباراه ضد نادي القادسيه، سجلت هدف الفوز. أيه. كان هدف الفوز اول بطوله لي مع نادي الكويت، يمكن البطوله هذه تعني لي الكثير، وهي البطوله هي اللي بداياتي، اللي انا اول بطوله لي بتاريخي وانا مسجل وانا محقق الهدف الفوز، هذا شيء كبير بالنسبه لي. اليوم فيصل، شنو تحتاج كرتنا عشان نوصل الى مصاف الكبار؟ كلم. انا ينقصني احتراف. احتراف كلي وليس سبونسر ودعاية. هوية لاعب. هوية لاعب. اي انا ينقصني كلاعب، ان انا الموضوع مو بس داخل الملعب، في خارج الملعب. يمكن انا بنقل لك تجربه صارت معي يمكن في نادي نجران. ممتاز. يعني المباراه قبلها بساعتين، باديه المباراه قبلها بساعتين، ان الكاميرا شغاله بغرفه اللاعبين، الامور الموجوده كلها مهيئه ان انت بعد ساعتين عندك مباراه تلعب المباراه. يبعدون عنك الضغوط الخارجيه نهائيا، يبعدون عنك الضغوط، انت مهيئ بعد ساعتين، انت عندك مباراه، تخلص المباراه بعد ساعتين، بعد المباراه يلا تحس انك انت المباراه انتهت. يعني هذا مسلطين الضوء على اللاعب بشكل كبير، ان اللاعب هذا لاعب كره قدم،
لاعب يملك عقد احترافي مع نادي، يملك قيمة احترافية في الدوري ويملك قيمة في المنتخب، فأنا أسوي الكفر على اللاعب، شلون أحافظ عليه نفسياً، شلون أحافظ عليه جسدياً، شلون أحافظ عليه إنه ما يتشتت، ما يتشتت من كلام الجمهور، ما يتشتت من أي كان، ما يتشتت إنه ما يطلع برا، إنه ما يفكر يحترف برا، إنه خلي الدوري عنده قوي. أكيد. اللاعبين الكويتيين تسأله شنو أول هدف لك كاحترف برا؟ صح. ليش ما يكون طموح إنه يكون موجود بالدوري الكويتي؟ يحترف محلياً. يحترف محلياً. ليش يحترف برا؟ عربياً عالمياً. فشايف الأمور اللي برا أكبر من الأمور موجودة، هذا شيء مؤسف يعني، خاصة بدولة مثل دولة الكويت يعني موفرة جميع السبل، جميع الإمكانيات متوفرة بالكويت. صحيح. إنه ما يكون احتراف رياضي، خاصة رياضة واجهة الدول، احتراف رياضي يحفظ حق اللاعب ويحفظ حق الإعلام ويحفظ حق الجمهور ويحفظ حق أي شأن في الرياضة، أي شخص له علاقة في الرياضة يحفظ حقه. أكيد. يعني إذا طبقنا احتراف رياضياً راح نطبق الاحتراف على وسائل الإعلام، طبق الاحتراف على الجمهور في دخولهم المدرج. صح. في شلون حضورهم المباريات، شلون يحفظ حقه بالمقعد الموجود. أكيد. فالاحتراف يعني منظومة كاملة وليس على اللاعبين. صح. نتمنى ان شاء الله، نتمنى ان يطول الاحتراف ان شاء الله. احنا نتمنى ومننا الى المسؤولين ان شاء الله ان بالفتره القادمه يكون الاحتراف احسن واحسن، وهم في صدد ان شاء الله إن شاء يدرسون الله. الوضع هذا. فيصل، انا وصلت وياك لنهايه الجزء الاول، لكن لنا حديث وحكي كبير في الجزء الثاني. جاهز؟ جاهز. اكيد. توكل على الله. حياك. بكذا يا اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا والجزء الاول مع كابتن نادي الكويت ومنتخبنا الوطني الكابتن فيصل زايد، على أمل إن شاء الله نلتقي وياكم في الجزء الثاني. تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل، وفي أمان الله.